اعتراضات بالجملة على طرد أحمد علي ومودي. بص يا كابتن، هو اولا الاعتراضات جت بعد احتساب الهدف الاول. كابتن احمد علي قال الفاظ بذيئه ما يصحش طبعا ان احنا نقولها، ولا عشان كده اتعاقب بالطرد. وحضرتك لو لاحظت احمد علي بعد ما خد الكارت الاحمر خد بعضه ومشي، لان هو عارف هو عمل ايه وقال ايه. كابتن مودي برضو كان عنده اعتراض بشكل غير لائق بعد الهدف، فانا اديته انذار. بعد ما اديته الانذار سابني وراح للمساعد، برضو قعد استمر في الالفاظ البذيئه اللي هو قالها للكابتن المساعد. المساعد استدعاني قال لي اديله انذار، هو كان عنده انذار، خد الانذار الثاني والطرد. احمد علي طرد مباشر، لكن هو قال لي ان هو ما عملش حاجه، قال لي انه فوجئت بالكابتن طارق سامي بيخرج لي بيطلع لي البطاقه الحمراء على طول. لا بص يا كابتن، انا الكارت طالع عن الفاظ كابتن احمد علي قالها، يتحاسب على الواحده بس منها يتحاسب عليها بالطرد. هو بقى بيقول انا قلت، انا ما قلتش، انا سمعت. وبناء على اللي انا سمعته ومتاكد منه طلعت له الكارت الاحمر. شفنا خروج اكتر من لاعب من المقاولين خلال الشوط الثاني بحجه عدم استكمال هذا اللقاء. في دار حوار ما بينك وما بين الجهاز الفني، وايضا ما بينك وما بين الجهاز المعاون، كنت بتقول لهم ايه؟ لا، جهاز المعاون احنا كنا مع بعض بنستشير طبعا بعض في جميع القرارات، وبالذات قرارات زي ديت، لان اللعيبه اللي في الملعب لو قلت عن عدد معين بيتم انهاء المباراه. ولكن الحوار اللي حصل ما بينه وبين الجهاز الفني كان هل اللعيبه المصابه هترجع ولا خلاص مصابه مش راجعه تاني. فهو كان الرد بتاعهم لان اللعيبه المصابه هترجع وهنستكمل المباراه، فبالتالي استكملنا المباراه بعد رجوع اللعيبه. هل في وقت محدد لعوده اللاعبين المصابين مره ثانيه لارض الملعب؟ ما فيش وقت محدد، ولكن الوقت بيبقى تقديري للحكم. يعني انا مثلا ما اقدرش اقعد استنى نص ساعه مثلا. لا، يعني في وقت معين انا بسال هل اللعيب هيرجع ولا مش هيرجع. فلو هم خدوا قرار ان اللعيب مش راجع ومفيش لعيبه ثانيه راجعه، خلاص مفيش داعي ان احنا نستنى. لكن لو هو قال لي لا اللعيبه راجعه زي ما هو قال، اللعيب بيتصاب وراجع، يعني بيتعالج وراجع، فاستنينا اللعيب فعلا لما اتعالج ورجع الملعب واستكملنا المباراه. ده تحايل ولا دي كانت فعلا اصابات حقيقيه داخل صفوف نادي المقاولين العربي؟ لا بص يا كابتن، انا مش دكتور، فانا ما اقدرش احدد اذا كان هل دي اصابات ولا مش اصابات. يعني التلفزيون مبين والناس شايفه وعارفه اذا كان ده تحايل ولا مش تحايل، لكن انا في الملعب اللعيب بيقول لي انا مصاب وطالب ان هو يطلع عشان يتعالج، ما اقدرش اقول له لا انت بتتحايل. لا، الدكتور يجي ويشوفه ويتعالج كويس، اتفضل انزل الملعب، مش عايز ينزل الملعب براحته. فني الرد عن ادائك النهارده؟ الحمد لله كابتن، الحمد لله. كلمت كابتن جمال غندور؟ كلمت طبعا كابتن جمال على طول، بيكلمنا بعد الماتشات. قال لك ايه بصراحه؟ لا كابتن جمال قال لي يعني هو الحمد لله واثق فينا كطاقم تحكيم كلنا مع بعض، واثق في القرارات اللي احنا خدناها، والحمد لله يعني في رضا الحمد لله من لجنه الحكام. توفيق يا كابتن شرف. شكرا كابتن. كابتن سيف، ده كان لقاءنا الخاص مع الكابتن طارق سامي حكم لقاء الاهلي والمقاولين العرب، اليك الكلمه الان، تفضل.